أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وفي قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة الآيات، يقول هل المقصود بها اليهود أم المنافقين أم يقصد بها الفريقين؟ السياق في المنافقين، السياق في المنافقين الذين مضى ذكرهم لم ترى إلى الذين نافقوا، السياق كله فيهم، كل الآيات هذه فيهم. نعم.